وافق مجلس النواب في جلستها اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس على مرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. فيما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية بصفة الاستعجال، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. فيما وافق المجلس على مشروعين بقانون بالتصديق على اتفاقيتين بين حكومة البحرين وحكومة تونس حول المساعدة الإدارية المتبادلة من جهة، وحكومة فنلندا حول الخدمات الجوية من جهة أخرى، وتمت إحالتهما بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى. المرسوم بقانون يأتي استكمالا للمنظومة القانونية لمملكة البحرين لمكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وطرقه، والمجلس هذا والمجالس السابقة مررت الكثير من الاتفاقيات وأيضا التعديلات على الدستور وعلى القوانين فيما يصب في هذا الملف وهو مكافحة الإرهاب. أعتقد أن البحرين اليوم مجلس النواب بتمريره هذا المرسوم سيعطي البحرين موقعا متميزا أكبر، والبحرين كانت وما زالت سباقة في مكافحة الإرهاب وتمويله بشتى الطرق، وأعتقد أن اليوم هذا خطوة جديدة وإنجاز جديد لمملكة البحرين لتكون في مصاف الدول المتقدمة التي تحارب الإرهاب، وهذا الإرهاب محارب ومنبوذ من كل الأديان ومن كل يعني من الإنسانية جمعاء، والبحرين أعتقد هي دولة الإنسانية والدولة التي تحارب هذه الأفكار التي لا تأتي إلا بالشر.